أكلات. في كثير من الناس في الشهر الفضيل نكد عليك قاعد تأكل لك سمبوسة لقيمات، تأكل لك أكلات لذيذة إلا منكد عليك، هذا في زيت وهذا في كذا وهذا في كذا، والمشكلة أنه هو قاعد يأكل، هنا المصيبة الكبيرة. لكن اليوم معنا مباشرة على الهواء الأستاذ بن علي، مدير التسويق بفندق مسك، راح يحدثنا عن الفعاليات الرمضانية التي ستقام في فندق مسك. أولا مساك الله بالخير. مساء الخير أخت منيرة، شكرا على الاستضافة الجميلة في مسقط أفام، وهذا الشيء شرفنا. أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية. الجميل لكم عاملين فعاليات مختلفة في شهر الفضيل حتى الواحد يعرف وين يروح. خلينا نبدأ أهم وأبرز الفعاليات في فندق مسك بشهر الفضيل، تفضل. قبل ما نبدأ في الفعاليات نتحدث على نبط على فندق مسك. فندق مسك هو مسرح للحياة، يعتبر مسرح للحياة المعاصرة، يسلط الضوء على نمط الحياة العربية دائما تتطور ويبرز غنى الثقافة العربية. فالإفطار في مسك ليس مجرد وجبة، بل هي تجربة تعكس قيم الكرم والرعاية والإحسان. حلو حلو ممتاز. طبعا هذا يعني فندق مسك بالغنى حقيقة عن التعريف، يعني في مكان جميل جدا، والفندق بحد ذاته يعني أنا الفترة الأخيرة أستاذ بن علي قاعدة أكلمك أنه حاضرين للمينيو الجديد اللي كان، لكن يهمني أعرف يعني أهم الفعاليات اللي راح تكون في شهر رمضان. هل سمعت صح راح يكون عندكم تقريبا كل يوم مينيو جديد؟ صح أكيد. سهرة هذه السنة اختارينا موضوع هو السهرة الرمضانية، هي مصدر إلهامنا من الزخرفة بزينة المطاعم والفندق إلى النكهات العالمية المميزة المتاحة للزبائن، حيث سيأخذكم الشيف عبر رحلة طاهية عبر بلدان طريق الحرير، حيث البوفيه راح يكون فخم وفيه 7 بنيوهات مختلفة كل يوم. حلو. أهم الأطباق راح تكون مستوحاة من المطبخ العماني بلدان شرق الأوسط، وكذلك المطبخ الهندي الأسيوي التركي وبلدان البحر الأبيض المتوسط. ممتاز، إذن احنا راح نروح رحلة مع الشيفة. ممتاز. ما هي هذا عن طريق البوفيه أستاذ بن علي؟ نعم. عن طريق البوفيه، لأنه أنا أذكر وقت العشاء سابقا طرح المينيو الجديد كان يأخذنا بالفعل للرحلات، لكن ما كان بوفيه، كل مرة كان يجيبون الوجبات. ما هي أهم الليالي في شهر رمضان؟ هل هناك ليالي مميزة عن غيرها؟ لا هي كما قلت فيه موضوع واحد هو السهر الرمضاني، راح يكون فيه بوفيه وراح يكون فيه اداء موسيقي الانغام الشرقيه. حلو استاذ بن علي، دام انك موجود وتعرف الشيف اكيد عن قرب، فغششنا شويه هل الاطباق مقدمه في مطعم هناك في مسك ويعني في هذه الليالي، أهم الأطباق في هذه المينيوهات اللي تقدموها؟ نعطيكم سيكريت خفيف، أنا راح يكون فيه أوزي كل يوم. أوزي حلو. وكما قلت راح يكون فيها أطباق من بين المطبخ العماني، من المطبخ التركي، من المطبخ الإيطالي، كل يوم راح يكون فيها سوربرايزز، كل يوم في مفاجآت مختلفة في فندق أمسكا. ما عن الأنغام الشرقية في الفندق؟ شيء جميل، أنا يسعدنا بترحيب هذه السنة بالموسيقيين الموهوبين في السلطنة، راح يكون عندنا عازفين العود والقانون وأيضا مغنيين موهوبين ويجعلون أمسياتكم إن شاء الله لا تنسى. إن شاء الله بإذن الله، نحن نتمنى لكم أكيد كل التوفيق. وخلينا نتكلم شوي عن المطعم الموجود في فندق مسك. عندنا مطعم بعيد حاليا، عندنا مطعم سولت أند بيبر، هو رمضان يقدم على كارت فيه قائمة تهي مستوحى من بلدان طريق الحرير، فيه 50 طبق، وفي عندنا كوفي شوب اسمه شيري بلوسم، وفيه في الروف توب كوفي اسمه غروب تيراس. ممتازة، نتمنى لكم اكيد كل التوفيق. وانت حقيقة جوعتنا استاذ بن علي يعني، وشوقتنا اكثر انه نحن نقوم بزيارة فندق مسكة، وخصوصا تحديدا في الشهر الفضيل شهر رمضان. كلمة اخيرة حابة تقولها؟ والله الشيء الجميل ان راح يكون الافطار هذه السنه ب 16 ريال عماني للشخص الواحد، والسحور ب 10 ريال عماني. والشيء الجميل ان لتعبير عن امنيتنا خلال شهر رمضان المبارك نقوم ايضا بالتبرع بجزء من الايرادات المكتسبه للجمعيات الخيريه المحليه. الله يعطيكم العافيه وفي ميزان حسناتكم. شكرا لك استاذ بن علي، وبين لقاءات اخرى ان شاء الله في الايام القادمه. بارك الله فيك.